إذا دورت عن الإجابات فهناك إجابة واحدة، إذا دورت عن التساؤلات ستلف ودور وستصل في النهاية إلى إجابة، ودائما تكون الإجابة تونس. الإجابة تونس. الأولمبياد طوكيو 2021 أو 2020 أحداث متسارعة وألعاب كتير، والناس كلها قاعدة مستنية ومنتظرة وخيبة أمل ورا خيبة أمل، والعرب طالعين بإيديهم دايما فاضية. ويسبع عصام الشوالي بيعلق على مباراة منتخب مصر ويقول إن العرب زي مجموعة شباب دخلوا كافيه كوفي شوب وقعدوا يتكلموا مع بعض على إنهم يلموا من بعض، كل واحد يلم من 1 جنيه، ريال، درهم، وفي الآخر خالص يا دوب بيدفعوا حق قعدتهم، ما بيعملوش حاجة، ما بيشتروش حاجة، ما بيشربوش حاجة، ما بياكلوش حاجة، قاعدين منظر بس. وإذ نتفاجأ بالإجابة، الإجابة دايما تونس. حتى في بداية الثورة وتطهير البلاد ابتدينا بتونس، ودلوقتي كمان تونس على ذكر الثورة، ربنا يعافي أهل تونس وكل الوطن العربي يا رب، بس تونس خصيصا ويبعد عنهم كل شر. يعني نتفاجئ بأن التوانسة قرروا يخرجوا عن النص، التوانسة قرروا أنهم يقتحموا عالم الميداليات ويدخلوا العرب للموضوع. الجندوبي كان قاب قوسين أو أدنى أن يتوج الخضراء بالذهب، ولكن ما كانش له نصيب ويدوب خد الفضية، فشكرا يا ولدي. ونيجي تاني يوم بقى ونيجي نلاقي قرش جديد، مايكل فيليبس عربي، يعقوب الجميل حفناوي بياخد ميدالية ذهب في 400 متر سباحة. عظيم يا ابني، عظيم يا ابني. عارف ليه عظيم؟ عظيم لأن اللي انت عملته ده مش نتاج مجهود منظومة زي ما قال عصام الشوالي بالظبط، ده نتاج موهبة وروح شخص مش منظومة. تعالوا بس نكمل فرحتنا بالموضوع، لأن الموضوع النهاردة في مصر برضو ليه طعم والانتصار والفرحة حلوة. النهاردة مصر في ربع ساعة تاخد ميداليتين في التايكوندو. الأولانية كانت لهداية ملاك، البنت الجميلة اللي كانت شايلة علم مصر في افتتاح الأولمبياد، والتانية كان سيف عيسى في التايكوندو برضو، والمسافة بينهم بقول لكم مفيش ربع ساعة. هداية خلصت طلعت من على البساط، قعدت في المدرج تتفرج على سيف، جاب هو كمان البرونز. حقيقة الفرحة دايما حلوة والتقصير واضح، والنتائج مش اللي هي مش المبهرة يعني، لكن نتمنى يا رب ان شاء الله اللي جاي يكون افضل واحسن. حبيت ابتدي معاكم بداية بعيدة عن الكورة، لان الاولمبياد هي اللي على الساحة دلوقتي. فده كان النص الاولاني اللي له علاقة بالميداليات واللي دايما الاجابة فيها تونس. دلوقتي بقى نخش نتكلم في الكرة المصرية، ولغايه هنا اللي ما بيحبش الكره المصريه ممكن يقفل الفيديو، بس ما تنساش تعمل لايك عشان انا نسيت اقول لك في الاول. يلا بينا نخش نشوف هنعمل. مش هفصل، انا هكمل كلامي زي ما انا. الفكره دلوقتي بالنسبه لي في امبارح مباراه الاهلي، ما اتكلمتش على المباراه خالص، كان عندي ظرف طارئ، بعتذر لكم عن عدم الظهور في المباراه، ولكن الاهلي امبارح عمل حاجه تحرق الدم بصراحه. فكره الفوز في الدقيقه 90 دي احنا بنكررها كتير وخلاص، تقدر تقول علينا حفظناها يعني، مش جديده علينا فكره ان احنا نكسب في البلس 90، بس السيناريو يا جماعه متعب للنفسيه والاعصاب، خلاص ما بقتش تستحمل الكلام ده. بس اللي انا عايز اتكلم فيه مش الفنيات والكوره والكلام ده. مش ده خالص. تعال شوف ردود افعال اللعيبه بعد الجون عامله ازاي، اكتر بكتير من فرحتهم لما كسبوا كايزر تشيفز في نهائي افريقيا، من كتر الضغط اللي عليهم. طب يا جماعه وبعدين؟ يعني انا مش عارف افضل اتكلم في القصه دي لغايه امتى، قصه طب لامتى هنفضل نقطع في الناس لغايه امتى، لدرجه ان اللعيبه حاسين بهم وتقل وهم كسبانين الفرقة اللي في آخر الدوري المصري. امبارح محمد مجدي قفشة طالع كاتب ستوري على انستجرام بيتكلم فيه عن فكرة الناس اللي بيقطعوا في اللعيبة والأشخاص، وبيتكلم على إن الموضوع ما يخصهوش بشخصه، بيتكلم على زمايله طبعًا، لكن هو نفسه بينوله من الحب جانب يعني. حمدي فتحي بيتكلم على نفس الفكرة، فكرة يا جماعة أنا حاجز فرحي من زمان وحاجز القاعة من زمان وحاجز الفندق من زمان، والناس دلوقتي طالعة تلومه وتقطع فيه إنه رايح يتجوز، حاجة يعني لا إله إلا الله، مش لاقي لها تعليق ولا لاقي لها كومنتات يعني. نفس الفكره على كل لعيب لم يوفق فنيا بيتاكل بيتقطع يعني. الدور دلوقتي على محمد هاني يعني، وطبعا مروان. انا بالنسبه لي انا اتفرجت امبارح، مروان ما كانش بالسوء ده، مروان مهدد المرمى مرتين وعامل ضربه الجزاء اللي جبنا منها الهدف الاولاني. فانا بصراحه مش عارف، انا مندهش ومستغرب ومش عارف الحل فين، ولا عارف اكلم الناس ازاي ولا اوجههم ازاي، انا مش صاحب قرار ولا صاحب كلمه، بس معرفش اعمل ايه. اللعيبه دي مضغوطه ضغط مش طبيعي، وانا مش عارف الحل بتاعها هيوصل لايه او يوصل فين. خلونا نطلع من القصه دي واديكم حته كوميديه كده.
الباشمهندس المؤرخ عمرو الدرديري على رأي كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هتكلم عليه دلوقتي. سيد عبد الحفيظ سيد عمرو الدرديري منزل صورة، هحاول انزلها لكم، بيتكلم فيها على ان الحراق اللي هو شيكابالا منزل صورته وهو في حمام السباحة، بس انا مش عارف محدش قال ان ده لوكاكو. يعني هو منزل صورة لوكاكو وكاتب عليه ان هو الحراق على اساس ان هو شيكابالا. ده بقى المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اللي احنا بنتكلم معاه، وان احنا بنفسه ليل ونهار. يعني ربنا عافينا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا كثيرا زي الدردير كده. تعالوا بقى النقطه الاخيره يا كابتن سيد عبد الحفيظ. بصوا انا سيد عبد الحفيظ ده انا بحبه حب، يعني يمكن يكون متخطي كل اللاعبين اللي موجودين في الفرقه. ده حقيقي والله، ممكن يكون متخطي كل اللاعبين اللي موجودين في الفرقه. فانا شايف ان سيد عبد الحفيظ بيعمل في الاهلي اللي محدش بيعرف يعمله ولا حد هيعرف يعمله. سيد عبد الحفيظ بيلعب الكل بالمايك. سيد عبد الحفيظ طلع لمح للناس على فكره ان في عدم مساواه في الموضوع، في عدم مساواه وعدم مساواة في الفرص بين الفرق كلها، ولمح في فكرة ان لازم طالما عملته كده مع اسف بس عشان انا بصور مباشر، فطلع هنا اتكلم على فكرة ان طالما بتعملوا كده مع سموحة والزمالك وبتقربوا لهم المسافات ودول يلعبوا الماتشين في اسكندرية ودول يلعبوا الماتشين في اسكندرية، فاتكلم على نفس الفكرة ان طب وماله لما الجونة هتطلب نفس الطلب. بيلمح لفكرة ان الجونة تلعب الماتشين في اسكندرية ويسهل على الاهلي ويسهل على الجونة ان الفرقتين يلعبوا ماتشين في اسكندرية وما يسافروش يلعبوا في الجونة ويدبوا المشوار ده. وطبعا سيد عبد الحفيظ الناس طلعت تلوم عليه ويقولوا له، طبعا مش الاهلاويه، في اهلاويه قليلين قوي اللي طلع لهم على سيد عبد الحفيظ ويقولوا ما ينفعش تتكلم بالاسلوب ده والكلام ده. طبعا الناس دي غلابه طيبين، سيبك منهم مش وقته دلوقتي، لكن بتكلم هنا على الزملكاويه اللي طالعين يقولوا سيد عبد الحفيظ مالك بتتكلم علينا ليه. الغريب بالنسبه لي ان هم يقولوا كده وهم عندهم المتحدث الرسمي والمذيع بتاع القناه الرسميه وحتى رئيس النادي، وخد عندك كمان واحد في الراديو، ده امه لا 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 في الراديو بقى، يعني احنا مش عايز اقول لكم الراديو عامل ازاي. كل دول بيتكلموا عن الاهلي، ولما يطلع سيد عبد الحفيظ يتكلم عن الزمالك بالاسلوب بتاعهم وباحترام يطلع يقول له ما تتكلمش علينا وخليك في فرقتك. لا، انا هتكلم زي ما انا عايز طالما ما بقلش ادب عليك ولا بغلط فيك في حاجه، وما تطلعش تقول لي هو لو حد في الزمالك اتكلم كده زي سيد عبد الحفيظ مش هيتوقف. ما بتتوقف ولا بيحصل لكم حاجه ولا الهوا يعني. وبعدين يا سيدي ما تطلع تتكلم حد ماسكك، انت ليه بتفرض لي وتقول لي لو؟ طب ما تعمل زيه لما حد يوقفك تعالى اتكلم، يعني حافظ بس على لسانك وهيبتك ومنظرك زي سيد عبد الحفيظ وبعدين تعالى اتكلم. انا مع سيد عبد الحفيظ للابد، واللي يقوله كابتن سيد انا وراه. سيد عبد الحفيظ بوصله، سيد عبد الحفيظ بوصله، يمشي سيد كده. انا شخصيا همشي وراه، ما خذلنيش ولا مره، ما كسفنيش ولا مره، ما صغرش النادي ولا المايك اللي بيتكلم بيه ولا مره. فانا بالنسبه لي انا ورا سيد عبد الحفيظ وادعمه في كل حاجه بيعملها، ومفيش حاجه اسمها الدوري الواحد، الدوري ما راحش، الدوري في الجزيره ان شاء الله. نورتونا وشرفتنا يا شباب، السلام عليكم.